يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أنه لا مانع من الاستعانة بالأصابع أو الحصى أو السبحة لعد التسبيح. هو بلا مانع، يستحب التسبيح بالأصابع، ويباح التسبيح بالحصى أو بعقرزات السبحة. نعم. من قال بأن السبحة بدعة لأنها لم ترد، هل قوله صحيح؟ إذا اعتقد أن فيها فضلا هذا بدعة، مثل ما يعتقده الصوفية، إذا اعتقدوا أن السبحة فيها فضل وأن شعار مثل ما تتخذه الصوفية فهذا بدعة. أما إذا أخذها على أنها مباحة وليس فيها فضل، سواء عد بها أو بالحصى أو بأصابعه، فليس في هذا حرج إن شاء الله. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أبيحت السبحة فهل يقاس على ذلك الآلة التي تعد وفيها أرقام، تعد آليا وتباع بشكل كبير في مكة؟ قوله إذا أبيحت السبحة، من قال أن السبحة حرام؟ السبحة مباحة بشرط ألا يعتقد فيها الأفضلية وأنها شعار الصالحين أو الأحباب كما يقولون، فإذا لم يعتقد فيها فهي مباحة، ما في دليل على منعها إلا إذا اعتقد فيها. وأما اتخاذ العداد والأشياء دي ما ينبغي التوسع فيها، لأن هذا ما ورد التسبيح بالأصابع، ورد التسبيح بالحصى ويقاس عليها خرزات السبحة. أما التوسع في هذا يمكن يجيب مسجل، أجل مسجل فيها التسبيح ويحركه ويقول يكفي. لا، ما ينبغي التوسع في هذه الأمور. نعم.